زلزالية هتاخذ عندي حسب طول الموجات، الموجات الزلزالية السريعة طولها من 8.5 كيلومتر إلى 12 كيلومتر في الثانية، هنا موجاتها قصيرة ويطلق عليها الموجات الأولية. النوع الثاني الموجات الزلزالية الثانوية سرعتها اللي هي 5.2 كيلومتر إلى 8.3 كيلومتر في الثانية، هي ذبذباتها عمودية وطبيعتها اهتزازية. النوع الثالث وهو الأعنف، الموجات الزلزالية الطولية سرعتها 3 إلى 5 كيلومتر في الثانية، وهي أعنف الأنواع. تصنف الزلازل حسب بعدها عن مركزها، يمكن تصنيفها إلى زلازل عادية مركزها الداخلي يبعد عن المركز الأرض 50 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض. النوع الآخر اللي هي متوسطة مركزها الداخلي يبعد عن مركز الأرض 200 كيلومتر. النوع الثالث اللي هي العميقة أو شديدة العمق اللي هي مركزها الداخلي يبعد عن مركز الأرض ب 700 كيلومتر. الآثار الناجمة عن الزلازل،